شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدموا لكم آخر الأحصائيات الدولية وخاصة عندهم علاقة بالجمهورية التونسية أو بصحة المواطنين التونسي، وين تشير إحصائيات سنة 2021 لمفوضية الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى أن 22% من تعداد اللاجئين وطالبين اللجوء المسجلين في تونس هم من الأطفال، ما يمثل 1816 طفل من أصل 8185 وفد. ولكن هذه الإحصائيات لا تمثل الرقم النهائي والدقيق لحقيقة عدد الوافئين إلى تونس بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، هذا وفق ما تم نقاشه خلال فعالية الندوة الدولية اللي انتظمت حول حقوق الأطفال الوافدين. وفي السياق نفسه كشف الدراسة أجراها مركز الهجرة المختلطة بمكتب تونس سنة 2020 أنه على الرغم من اختلاف الفئة العمرية للأطفال الوافدين برفقة أبائهم وأوليائهم لتونس، فإن الأطفال الوافدين غير المصحوبين بذويهم يتجاوز سنهم 12 سنة بشكل عام. كما صرح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، وين يقول تلقى 421 طفلا وفدا سنة وافدا تلقى 421 طفلا وافدا سنة 2021 مساعدة من المنظمة، باعتبار أن هذه السنة كان لها تأثير سلبي من جائحة الكوفيد 19 ما أثر على الطبقات الهشة وفي صفوف الأولى المهاجرون وخاصة الأطفال. هذا ونذكركم أن تونس صادقت على اتفاقية حقوق الأطفال والبروتوكولات الاختيارية الثلاثة، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، والاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999. وبحسب آخر إحصائية منظمة يونيسيف لسنة 2020 بلغ عدد الأطفال المهاجرين في العالم حوالي 36 مليون طفل. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. شيفر سانتي